طيب بسم الله الرحمن الرحيم، انا جاتي هنبتدي تاني results. بسم الله. طبعا انا يعني احنا عايزين نحدد انت بتقارن العيان بتاع التنسون بالعيان النورمال والعيان اللي في نفس الايدج وبعدين العيان ال اسمه ايه الميلر العيان النورمال. فالمفترض ان انت لو بتقارن دول بتقارنهم بالنورمال وبتقارنهم ببعض. فهنشوف الكلام ده ايه النظام بقى عندنا هنا. Prospective، ماشي كلام جميل. Randomized Controlled Study، صح كده. انت كبشت من اي عيان على اي جروب، ما اخترتش مثلا ال incomplete مع حالات الميلار مثلا والكمبليت مع التنشن، وده المفترض يكون صح. يعني ما ينفعش انك تكون عملت حاجات غير كده طالما قلت Randomized Controlled Trial. بروسبكتيف، انت دخلت على عيانين فعملتهم، مش لقيتهم معمولين فسجلتهم. مش ريتروسبكتيف. That has been held in all infants with unilateral cleft lip presented to Cairo University. زي ما احط بتاع الاختصار بتاعتك انت زي ما قلنا صلاح زي اللي قلنا قبل كده. During the period between August في حاجه غلط. أوغست في حاجة غلط. أوغست غالبا بعد جي يو مش اي، راجعها برضه. أوغست السبلينج بتاعها غلط. 2018 and April 2020 on 40 patients divided into two groups divided into two groups، وزود الاس هنا في groups وخليها into. و جروب A خلي بقى نقطة قبليها أو شرطة 20 patient حط سبيس هنا prepared by tool operated upon using modified Miller technique. جروب B نفس الكلام قبليها نقطة الحياة operated upon using tension randel technique. The results of our study were arranged. أنا قلت لك الأحسن are arranged in tables and figures as follows. table 3، إيه table 3؟ عشان هو كترتيبه بالنسبة للبتاع كلها، ماشي. الأفضل دايما تحط الحاجات دي إيه؟ تحت التيبل مش فوق التيبل. خلاص، وتحت الفيجر مش فوق الفيجر. وتوحد كله كده. جروب A زي ما قلنا احنا اللي هو الموديفايد ميلار، جروب بي ان 20 برضو اللي هو التنسون راندال، توتال 40 البي فاليو. طبعا القصه بقى هنا بتقول ايه؟ انت بتقارن الاول الايدج 102 ل 6، 102 ل 6، 102 ل 6. هنا 4.7 بلس اور ماينس 1.1 1.2، ماشي. الـ 6 حاططها كنقطة ليه؟ كالآتي، قايل لي 14 في جروب A ميلز و6 في ميلز، هنا 12 و8، ماشي. هنا تقريبا الميلز يشكلوا 50%، ازاي 50%، قصدي اللي هو 14. الميلز عامة كلهم يشكلوا 14 و12، ايه 50 دي يا جدعان؟ ايه 50 دي؟ 50 و30، ايه 30 دلوقتي؟ انت عندك الميلز عددهم في الاخر تقريبا 26 ميل، وعندك 14 في ميل، 26 ميل و14 في ميل، ايه الاشكاليه كده بقى في اللعبه؟ ايه 50 30 دي؟ 50 30 دي غلط يا جدعان. يبقى الميلز، هو اصلا انا يهمني ايه ان الميلز في التنشن والراندال عددهم 26، انا مالي؟ وفي ميلز عددهم كده، انت بتقارن على مستوى التكنيك الواحد. انا هقارن هنا ليه الميل والفيميل على مستوى الجروب كله ال 40 وبعدين 50 30؟ دي غلط. طب انت قلت هنا 40
لازم يكون ده مجموعهم 40. ماشي، على أساس هنا برضه أهو مثلا الرايت 17 اللي هو 9 و8 يعني، والليفت 23 اللي هو 11 و12. فأيا كان كونك تعرف إن هو في بي فاليو هتقيسها بين الرايت والليفت، يعني هتفرق إيه في الدنيا دي؟ هتقيسها بين الميل والفيميل؟ بس طبعا هتقيسها بين الميل والفيميل في تو فاريبلز؟ لا، لازم في وان فاريبل. يعني أنا أقول هنا مثلا نسبة الميل إلى الفيميل مثلا كذا لكذا، وهي نسبة الميل إلى الفيميل كذا لكذا، فمقارنة النسبة دي 70 ل 30 بمقارنة النسبة 60 ل 40، المقارنة دي البي فاليو كذا. لكن أنا بقارن نسبة الميل عامة توتالي في الفيميل عامة توتالي، هتستفيد إيه؟ أو الرايت للليفت؟ لا، تقارنها على مستوى الميلار وعلى مستوى التيرسون، وتقول الريشيو هنا ما بين الميل والفيميل فرق قوي عن الريشيو هنا ما بين الميل والفيميل، والريشيو هنا الرايت والليفت فرق قوي. يعني هنا مثلا واحده رايت ومثلا 19 ليفت، واحده ميل و19 فيميل مثلا، غير 10 مثلا و10 او 12 و8. فده اللي بقوله، تقارن توتال الريشيو بتاع التو فاريبلز ميل وفيميل في الفاريبل الواحد اللي هو تينيسون بتوتال الريشيو بتاع نفس القصه في ايه، في ميلار. فعايزه تتظبط الحته دي عشان هيبقى جدول منتقد في حته بقى. يعني اول حاجه ما فيش مشكله، صح، ده اتش هو فاريبل واحد، يعني انت اخترت لي ميل وفيميل، رايت وليفت، كومبليت وانكومبليت، بس تقول لي برضه هنا لا، ده هنا بقى ده اهم منهم كلهم، كومبليت وانكومبليت اهم من ميل وفيميل واهم من رايت وليفت. يعني 13 كومبليت و7 انكومبليت، هنا 8 كومبليت و12 انكومبليت. ف12 انكومبليت دي اسهل، هنا 13 كومبليت دي اسهل اصعب، فالاصعب هو كومبليت. فتقول لي الريشيو ما بين دي ودي، بمعنى اصح ان الكومبليت للانكومبليت 65% ل 35%، خلاص التلتين للتلت مثلا، او يعني ايا كان، تفرق عن الريشيو دي في بي فاليو محترمه. لكن انت عامل البي فاليو هنا ما بين توتال الكومبليت وتوتال انكومبليت. طب ما انت هتقارن الاثنين جروبس ببعض، التنسون والميلار، طب كده استفدت ايه؟ انا عايز اعرف انا صعبت على نفسي مثلا العمليه في ميلار وسهلتها في تنسون او العكس ولا لا؟ وهل لو انا فعلا عملت كده، طب انا عملت عشان انا بختار عشوائي، طب هل بقى الفرق ما بين الكومبليت والانكومبليت هنا والكومبليت والانكومبليت هنا، الفرق ده ما بين الجروبين يفرق في الريزلتس ولا لا؟ مش كده انت تطلع ان البي فاليو نون سيجنفكت، هم هيطلعوا كلهم نون سيجنفكت، بس انا عايزك تعملها صح، ولازم حد يحصل يبقى يفهمك القصه دي، لان احنا برضو مهما جبت معانا انا اقدر اقول لك الحته دي غلط او الحته دي شكلها مش لايك، لكن احسن تظبطها كويس لان في الاخر هتتسال في الحته دي. انت بقى تفسر هنا as regarding the age، ما فيش as دي خلاص، regarding the age على طول، كوما بعدها على طول، بعدين سبيس بعد الكوما، مفيش سبيس قبل الكوما. it ranged from 2 to 6 months with a mean age 4.7 months. ايه 4.7 دي؟ يعني السبعه دي من 10 ولا السبعه دي من 12؟ 4.7 months يعني ايه؟ 4 شهور و7 ايه؟ يعني سبب يعني 4.7 month، ماشي، يعني 4.7 month دي معناها ايه؟ معناها 4 شهور وايه؟ 7 من 10 يعني من 10 يعني. ماشي خلاص، يعني كان بيقول 4 ونص 4 و7، ماشي مش معناها حاجه ثانيه. in group A and 4.4 month in group B، ماشي as shown in table 3. اوكي حط سبيس هنا، so there were no significant difference. لا ما تقولش so there were، على طول بقى نقطة no significant differences between the two groups regarding the age distribution. Well, regarding sex distribution أو sex difference 14% of cases were males of total cases، لا of cases of malaria، ماشي
وميلز اند 6 طبعا هنا سبيس وهنا سبيس وهنا سبيس وهنا مفيش قوس تاني خلاص سبيس وفيميلز. انا زي ما قلت لك برضه الافضل اخليها ار ار يعني هنا كده ار فيميلز ار ميلز وهكذا و 30% ار فيميلز ان جروب اي وايل ان جروب بي كوما بقى اعمل كوما يعني لازم كوما بقى ما تعملش كشيده خالص الكشيده هي اللي مخليه لك السبيسز كبيره كده غلط سيء جدا في القرايه وغلط طبعا ايه ده غلط وايل ان جروب بي وبعدين كوما 12 60% ما ينفعش تقول 12 وير لا 12 زي ما قلت هنا في اوف كيسز and 6 cases او patients فاش تقول 12 وهو 12 ايه لازم يكون في تمييز ليها 12 patients يبقى جروب بي 12 patients were males and 8 patients were females او cases يبقى patients and cases تحطها هنا وهنا as shown in table 3 ماشي نقطة There is no difference, or there are no significant differences between the two groups. يعني خلي الكلام يتغير شوية. There are no significant differences. In sex distribution between the two groups. Significant statistical difference. يبقى نقطة نقطة. There are no significant statistical differences of sex distribution between the two groups. أو the two comparable groups. ماشي. تالت نقطة regarding cleft deformity site. 9 of cases ماشي كده بقى ماشي يعني تقول 9 cases where females او cleft كده مثلا copy او تقول 9 of cases where right and 11 ماشي where left in group A صح كده while in group B 8 where right and 12 where left as shown in كذا no significant between the groups يبقى خد بالك انت قلت no statistical difference ما بين التو groups مش ما بين الميل والفيميل انت هنا ما بين الفيميل يعني قلت لي البي فاليو اللي يظهر كده دي مش ما بين دي ودي البي فاليو هنا ما بين الميل والفيميل ما بين الرايت والليفت انت اكيد استاه كده لانك حاسس اه الرقم ده غلط قلنا خلاص لكن اكيد انت استاه يعني ده تخليه 26 وده تخليه 14 عشان يبقى في الاخر مجموعه 40 لكن تعامل بي فاليو ما بين دي ودي ده غلط انت مش بتقارن الميل والفيميل في التوتال جروب ال 40 لا انت بتقارن ان الديستريبيوشن اوف ميل تو فيميل في ميلار فارق ستاتستيكال يعني الديستريبيوشن اوف ميل تو فيميل في التنسون ولا لا فالبي فاليو هتتغير اللي انت كاتبها دي بتاعت ميل فيميل رايت تو ليفت كومبليتلي ان كومبليت وهنا برضه نفس الاخطاء الاملائيه اللي قلناها اللي هي تحط السبيس والكلام ده وبلاش سو بقى خلاص قلنا there is no ونوع there is no statistical difference there are no statistics detected in مثلا the two groups regarding cleft deformity او in the cleft deformity between the two comparable groups وهكذا خليه الاسلوب شويه ادبي سنه عشان بس يبقى ايه يعني اه علمي بس فيه عدم تكرار يعني ما هوش نكرر نفس الاستنباط الايدج ديستريبيوشن زي ما انت قلت 4 و7 4 و4 يعني ماشي ده مين ايدج المانث اوكي بارتشارت طبعا هنا تكتب طبعا بارتشارت اوف ايج ليه ما تتحطش بقى خلاص هتحط هنا ايج ديستريبيوشن بتوين تو جروبس خلي ايه هنا كابيتال ايج تو بتوين ذا تو جروبس بس تقول جروب اه خلاص ده جروب وتقول بقى يعني هو الاشهر انك تكتب جروب ايه الميلار وجروب بي التنس والاندال عشان اي حد يقع عينه على اي رسمه يبقى عارف جروب ايه وما يضطرش يقرا الرساله كلها عشان يعرف هو جروب ايه كان ايه وجروب بي كان ايه لكن ايا كان يعني اي حد ده الطبيعي حتى في اي بيبر لما تقع الرسمه يبقى مكتوب
جروب ايه تاني سرعان جروب بي كذا كذا، بتستخدم يعني 16 كلام بيفرق في شويه كتير. وهنا طبعا انت حاطط لي 6 جروبس يعني وصلت للصور وخلي البتاع تحتيها سبيشال اوف سايت، بلاش كلمه سايت دي يعني نجاتي، خليها سايد اوف سايد ما بين قوسين رايت اور ليفت امونج ذا جروبس. عايز ناخد راي المشرف الاكبر مني في قصه، هو اصلا السايد يفرق ولا لا، بتعمله ليه، والسيكس يفرق ولا لا. ولو انت عندك معلومه قولها لي، انا اعرف كومبليت وانكومبليت يفرق، لكن سايد وسيكس ليه يعني مش فاهم تفرق ايه معنى. ماشي ادي السايد اهو خلاص. كذلك قلت لك برضو جروب ايه تتقال ايه هي، جروب بي تتقال ايه هي، زي ما انت قايل رايت ايه هو وليفت ايه هو. ماشي distribution of type among two groups any type type ايه. ماشي طب ليه مش معنوينها؟ ماشي انت حاطط صور بس، اوكي دايما تخلي الفيجر تحت الفيجر خلاص، وتخلي الفيجر متوسطا وتكبره سنه مش دول مصريين تكبرهم كبار اصلا، بس تحط الكلام تحتيهم خلاص. ماشي كومبليت ولا كومبليت. تيبل فور بوست اوبرتيف كومبليكيشن ديستريبيوشن، بلاش الكلام المعقد ده، بوست اوبرتيف كومبليكيشنز ان ذا تو جروبس خلاص. واحد انت اخترت الوند انفكشن والوند ديزنس، اثنين اخترت السكارنج والليب نوتش ده الايرلي والليت. طيب جروب ايه برضه انا عايز اعرف، انت حاطط لي هنا البي فاليو ما بين ايه وايه، يعني هنا ولا واحده عندها وند وفي هنا اثنين عندهم وند انفكشن، فنسبة الوند انفكشن هنا كام؟ 10% وهنا كام؟ 0%. مقارنة العشرة بالصفر، مقارنة العشرة بالصفر، مش مقارنة 2 ب 38 خالص، في فاليو كده غلط، محسوبة غلط غلط خالص. يعني أنا هنا عندي 10% infected، هنا عندي 0% infected، هنا عندي 1% wound hesitance، هنا 0 wound hesitance، هنا عندي 9 scarring، هنا 8 scarring. كلمة سكارينج عايزين تعرفها برضه، خلي بالك انت مش محرفها، انت المفروض اوبجكت. فيعني ايه سكارينج؟ العين ولا بالشكل؟ الفيوليشن؟ العجلد؟ الارتفاع؟ هايبرتروفيك ولا يعني كيلويد كده؟ ولا انت اي سكار بتقول طب ما اي واحده فيها سكار؟ اللي اكتر مثلا من عرض كذا اللي شكلها مش ساتسفاينج للبيرنت، لازم تعرف الوند سكار. نو اور ريز. يعني ده راي العيان ولا رايك انت ولا اوبجكتيف كريتيريا اللي اكتر من كذا في العرض او كده؟ او اللي شكله مشوه يعني مع اخذ الراي مثلا بتاع 3 اشخاص مثلا مختلفين، يعني لازم تعرفي ايه الوند سكار كده في الميثودولوجي. والليب نوتش هنا 8 هنا 4 برضه تقول لي سيجنيفيكانت، انت بتقارن لي ليه ده ايه؟ ليه انت بتقارن السيجنيفيكانس اوف ذا اوف ليب نوتش ما بين 12 و 28؟ ليه؟ مش فاهمها. هستفيد ايه لما اعرف ان 12 واحد كان عندهم ليب نوتش و 28 ما كانش عندهم ليب نوتش، فانا بقارن الاثنين ببعض لا، هو مقارنه بين تو جروبس. فهل الفرق بين ال 40 هنا وال 20% هنا ده يعتبر ستاتستيكال ديفرنس ولا لا؟ انا متاكد ان عملت البي فاليو على هذا الاساس، على اساس الخيار الاخير مش على اساس دول، والا لو على اساس دول انت مفترض تكتب البي فاليو ايه؟ بوضوح شويه تكون بعيده عن التوتال، يعني تحط التوتال خانه على اليمين مش دعوه بيها خالص، البي فاليو يبقى بعديهم. As regarding post-operative complications, complications, wound, زود الاسم, wound infection, الدبل مش كابيتال, wound infection was no case, no case يعني in group A and only 2 case in group B. wound infection تكتب no wound infection occurred in group A and only 2 cases, زود الاسم in group B had wound infection with p value kaza which has no statistic which was no statistically significant which is not statistically significant. يبقى انت مقارن دي بدي، اما نشوف انت ترد عليا في الحته دي بقى. wound hesitance was no case، لا مفيش حاجه اسمها was no case، تقول no wound hesitance in group A and only one case in group B had wound hesitance
with p-value كذا which was which is وهنا which is not statistically significant. وان ديسكرايب انت خلاص بتكتب تشرحهم تصلح بس الاخطاء اللي قلت لك عليها. ليت نوتش was in 8. ليت نوتش occurred in 8 cases in group A and 4 cases in group B with p-value كذا which was not which is not significant. There were no statistically significant. There were no, there is no statistically significant difference. طالما قلت أقل يبقى لازم تقول difference. لكن لو there is no significant statistical difference ماشي. لكن there is no statistically significant. Statistically دي حاجة مش صح. Statistically دي توصف فعل. يبقى there is no statistical significant difference أو there is no statistical significance between two groups between the two groups. ما فيش صوب بقى هنا خلاص. نقطة group A has less post-operative wound infection wound dehiscence and scarring then group B, but group B has less post-operative lip notching than group A. ماشي. If you apply in general. In general. بدل الصورة دي in general نقطة in general comma group A كذا كذا كذا. وانت قلت لي هنا ال 10 وال 0 وال 5 وال 0 ده في جروب A هنا 10 10 كده. وانت انفكشن 10 ايه؟ 10 من 10 من جروب بي وتخيل ده 10 من جروب بي ازاي يعني؟ وان الانفكشن كانت 2 10% يعني قصدك؟ انت قايل برسنتج صح كده ماشي يبقى 10% صح وهنا 5% يبقى انت قارنت ال 10 بالصفر وال 5% بالصفر قارنت 45 ل 40% وقارنت 40 ل 20% في الليب نوتش قليلة فعلا في التنس ماشي 20% ماشي مظبوط لأن الليب نوتش مظبوط 40 20 تمام كده ماشي يبقى انت هنا هتقارن فعلا ال post operative complication ما بين الاثنين تمام. قلنا هنا مش حاجة اسمها كده يبقى unsatisfied satisfied happy وهنا satisfaction كان الهابينس طبعا 15% و satisfaction 60 لكن هنا يعني يعتبر 85 75 هنا 90 توتال يعني التوتال هنا بتاع satisfaction happy احسن و10 not satisfied هنا ربع not satisfied وال p-value بتقارنها مثلا في واحدة منهم تقارنها مثلا في دي انت عايز تقول p-value مثلا بتاعت الايه ال unsatisfaction كشايف هتحطها في 3 variables يعني ازاي بتحسب ال p-value ما بين التلاتة يعني مش صعب مش حاسبها كده انت بتختار اتنين في يعني رقمين في 1 variable اللي هو مثلا ال non-satisfaction هل هنا significant ولا لا؟ لان دول زي بعض الحقيقة بس مختلفين في الدرجة شوية مبسوط او مبسوط قوي As regarding satisfaction score by patients, طبعا ده subjective جدا by patients, parents, patient parents, غلط الاس دي, by the patient's parents. لا تقول بقى by parents satisfaction أو by patients apostrophe S هنا بقى parent satisfaction with p value كذا which is not statistically significant. مفيش no statistical significance مش حاجة اسمها كده not statistical significant is. نخش على الجد بقى بار شو satisfaction score خلاص يا سيدي ماشي. احنا قلنا هنا جروب بي ايه بكتب لها الله يخليك جروب بي تنسوا ان ده جروب ايه يعني لو مرهقة ليك خلاص ما تكتبهاش بس انا بقول لك عايزين نحسوها بس مش عايزك بس ايه حد يناقشك في حاجه هايفه زي Results of operative time between two groups 70 ل 95 ده ايه ده بالدقيقه يعني ولا ايه مش فاهم اكتب minutes ايه رينج دي اكتب رينج in minutes خلاص هنا اكتب زود رينج in minutes مش
شبه 70 ل 95، 60 ل 90، يعني جروب بي يمكن أقصر سنة بسيطة، ويعني هنا يعني اللي بقى significant. There were significant، ازاي significant يعني 0.001، في حاجة غلط، ازاي significant من أي اتجاه يعني، ده فرق 5 دقايق، ازاي significant؟ أنا عايز أفهم دي جبتها ازاي، في value أقل من 0.001، يعني هنا أنت 85 وهنا أنت 70 أو يعني 68، إيه اللي significant في الفرق؟ ال 12 دقيقة significant أو 17 دقيقة، مش فارقة، أكيد ربع ساعة مش هتديلها تفرق يعني، حاجة غريبة شوية. لا طبعا شوفوا لي significant، إحنا شفنا أرقام قبل كده كلها مش significant. المهم شوف راجع الحتة دي وقول لي عليها إيه significant فيها، حسبت إزاي في بالي. For anthropometric comparisons were made between the two، the على طول as the following، as the following، لا as following، شيل the. Comparison of preoperative of the cleft، هنا بقى اعمل بولد هنا واعمل بولد هنا وخط تحتيه وخط تحتيه بولد اندر لاين، فيرسس مكتوبه غلط هنا يو بدل اي اي، فيرسس يو بدل اي، خلاص. ذا نون كليفت سايد اند ذا كنترول، يعني البري اوبرت على كليفت سايد فيرسس النون كليفت سايد اند ذا كنترول، نو امباكت اوف كليفت ديفورميتي. يعني قبل العمليه الدنيا كانت واسعه قد ايه؟ الكومباشن بري اوبراتيف في الانثروبومتريك عامل ازاي؟ المقارنه للناحيه الثانيه بتاع نفس العيان والمقارنه بتاع عيان ثاني نورمال. النقطه الثانيه كومباشن اوف بوست اوبراتيف اند بري اوبراتيف، كده دخلنا في الدرد بقى. بوست اوبراتيف بري اوبراتيف ميجرمنتس اوف ذا كليفت سايد تو نو ذا افكت اوف سيرجن، قبل وبعد العمليه في نفس الجروب ماشي. كومباشن اوف بوست اوبراتيف اوف ذا كليفت سايد بس ذا نون كليفت سايد، يبقى الناحيه اللي اتعمل عليها العمليه بالمقارنه بالناحيه الثانيه وبالكنترول النورمال بس سيرجيكال اوت ماشي، وانا افكت اوف سيرجي بوست وبري ماشي، يبقى قبل وبعد، بعد والناحيه الثانيه، قبل والناحيه الثانيه ماشي. وهي كومبريسد سيرجيكال اوتكمز فروم ذا موديفايد ميلر اند تنشن تكنيكس، يعني ايه بقى؟ لا طبعا تكتب كده comparison of post operative measurements of cleft site in modified Millard versus the post operative measurements of the cleft site in tensional depth. خلاص comparison of the pre operative measurements of the cleft site versus the non cleft site and the control to the cleft 40. ايه دي؟ دي اول واحده خلاص هيبتدي يبقى فيها. طيب اكمل في سيشن ثانيه ان شاء الله، يبقى توقفنا هنا عند هذه الصفحة اللي هي بداية الجد بقى.